أهلا بكم. ياسين عدلي، راين آيت نوري، حسام عوار، وفار شعيبي، رباعي النجوم الأوروبية والذي رسم رسميا حضوره مع المنتخب الوطني الجزائري، وذلك حسب الصحفي سفيان مهني، فإن هذا الرباعي سوف يكون في قائمة جمال الماضي تحسبا لمباراة النيجر ذهبا وإيابا بداية من 29 مارس الجاري. ياسين عدلي لاعب اي سي ميلان، آيت نوري ولفرهامبتون، حسام عوار ليون فرنسي، فار شعيبي تونس فرنسي، بالإضافة إلى النجم ونجم ليون راين شرقي، بالإضافة إلى ميتشيل ويزر لاعب فيردر بريمن الذي أبدى استعداده وقد غير بالفعل جنسيته الرياضية من ألمانية إلى جزائرية. فيما يخص خط هجوم منتخب وطنه الجزائري، جمال بالماضي لا يضع بغداد مجاهد من مخططاته، ولن يتم استدعاء لتربص المنتخب الوطني الجزائري. المدرب ما زال يثق في إسلام سليماني إنديديلارو وكذلك محمد عمارة، ومن الممكن أيضا أن يعطي فرصة لهداف الشان أيمن محيوس، وذلك حسب موقع لاكازيت دي فيناك المقرب للمنتخب الوطني الجزائري. لا تنسوا لايك وتعليق ورأيكم في هذه القائمة واللاعبين المقترحين من طرفكم، وشكرا لدعمكم.